السلام الله عليكم، تحياتي لكم. طبعا إذا حدا بيعاني من أي كل التروية الدموية وسريان للأوعية الدموية في للدم من خلال الأوعية الدموية بسبب التجلطات اللي بتصير في الأوعية الدموية، خلينا بنعملنا وصفة مع بعض اليوم لهذول الأشخاص، مش عشان فقط تنزيل الكوليسترول، حننزل الالتهاب ونسرع الجسم على عملية الحرق، حرق الشحوم وحرق الكوليسترول وحرق السكر، ومنها كمان لازم ننظف شوية في الكبد لأنه الكبد هو اللي بيصنع الكوليسترول. إذا الكبد صحي والخلايا الكبدية كويسة فبتصنع لنا كوليسترول جيد، بس إذا في عنا التهابات كتير سواء في خلايا الكبد أو في الشرايين وحالات التهابية متواصلة في الكبد، ما تتوقعوا الكبد يكون في عنا أسوأ أو أردأ نوعية من الكوليسترول. والكوليسترول مقارنة في حجم كريات الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء بتشكل 45% من الدم. الكوليسترول اللي بيسبح وذرات الكوليسترول كحجما أصغر آلاف المرات من كريات الدم الحمراء اللي هي يعني لا ترى بالعين، طبعا بنشوفها زي الشعرة واحدة من كريات الدم الحمراء. فمش معقول انه بس الكوليسترول هو اللي بده يسكر الدنيا ويعمل جلطات، في عوامل تانية حتعمل جلطات. طيب ماشي، خلينا نعملنا هيك مع بعض مستردة. مستردة اللي هي من بذور الخردل، هذه تعمل وتؤكل كوجبات مع الأكل. المستردة هذه طبعا الأساس فيها لازم يكون خردل، وبنقي الخردل الأصفر بنقينا بنحط لنا في الوعاء هذا تقريبا لتر، بدنا نستخدم نص لتر منه. ممكن نحط فنجانين من الخردل الأصفر، فنجانين بنحطهم في مياه، هلا بدنا نقعهم، بس فنجانين من الخردل الابيض. بدي ازيد الفاعليه، بحط الكزبره، بذور الكزبره اللي عندي في البيت، بجيب لي ملعقتين ثلاثه اربعه حسب الكميات، حسب ذوقكم وحسب شو بدكم تحطوا، ماشي؟ حسب الاذواق والطعم، بس طعمه حيطلع كويس. فحطينا كميه من الكزبره، حطينا كميه من الخردل. تعرفوا الخردل اللي هو نبات بذور زي حبوب الرشاد، زي بذور كبريتية من النباتات تاعت الخردل زي البقدونس، هي نفس النوعيات بس بتعطينا بذور كبريتية فيها كبريت بشكل كبير، والكبريت أول منظف ومانع للجلطات، الكبريت اللي هو موجود بالثوم، الكبريت العضوي. ماشي، فحطينا هاي الكزبرة وحطينا الخردل في المياه عساس ننقعهم. شو كمان بدنا نحط في البذور؟ خلينا مش يعني ما بصير شيء إذا بنحط من حبوب الرشاد مثلا 4 5 معالق، من السمسم 4 5 معالق، من الحب السوداء 4 5 معالق، يعني بدنا مكملات كمان، بدنا مغنيزيوم لصحة الشرايين مظبوط، وبدنا كلس، وبدنا بوتاسيوم، وبدنا الأحماض الأمينية هذه اللي موجودة في هذه البذور. ماشي، حطينا لنا كمان فنجانين ثلاثة من بذور مختلفة فيها المية، اللي نقعهم ليلة واحدة فقط، اللي أفعل الأنزيمات والمواد الفعالة اللي موجودة في هذه البذور. ماشي، خلصنا من البذور. هاي البذور تنقع يوم وبعدين بتغير المية على أساس إنه الفايتك أسيد شوي نخفف منه، اللي هي المادة الموجودة مع قشور البذور هذه واللي هي بتمنع امتصاص الحديد والمواد التانية. فهيك احنا خلصنا من مشكلة وطرينا على البذور هذه، فسهل اننا نحطها في الخلاط في هاي الحالة ونطحنها. ماشي، لسه ما خلصناش من الوصفة هذه. شو ممكن نحط كمان وكويس لإزالة التجلطات؟ يا بتستخدموا حبة ليمون، حبة الليمون اللي بدكم تستخدموها ما بتكشروها، بتغسلوها مظبوط ومع الكشر بتقطعوها كلها كاملة وبتحطوها في الخلاط. حبة ليمون أو حبتين من اللايم، هذا عندنا اللايم كمان في
فيتامين سي، في المواد الفعالة هذه، في والأحماض اللي بدها تكسر هالشحوم. طيب غير الليمون شو بدنا نحط؟ بدنا نحط زيت زيتون بكر معصور على البارد بمقدار من فنجان لثلاث فناجين حسب الكثافة وحسب الطعم وحسب الكمية حسب ذوقكم. زيت زيتون بتجيبوه زيت زيتون معصور على البارد عصرة السنة، معصور على البارد يعني بالطرق الطبيعية، يعني يقطف يغسل في نفس اليوم بتودى للمعصرة، في المعصرة بتم طحنه ميكانيكيا زيتون كامل، وبعدين بتم عجنه، وبعدين بتم فرزه واستخراج الزيت اللي بيكون على مرار، بتكون لونه غامق رائحته غير شكل. هذا هو المقصود في زيت الزيتون البكر الاصلي المعصور على البارد، لان ضامنه شايف كيف بينزل وهو فريش من عصارة الزيتون. لازم تضمنوا النوعية. والزيتون سواء الزيتون او اوراق الزيتون، هذه المشروبات بعدين بتشربوها. اوراق الزيتون 17 دولار كندي سعر ال 1 باوند اللي هو تقريبا اوكي وشي من اوراق زيت شجرة الزيتون. طب ما سألتوا نفسكم ليش الامريكان والكنديين مضطرين يدفعوا 17 دولار عشان ياخذوا يشتروا اوراق زيتون؟ هذا لانه اوراق الزيتون مثبته ومعروفه هون كادويه وكبسولات بتنباع، من الكبسولات اللي بيكون فيها المركز ده اوراق زيت شجره الزيتون، وهذه كدواء ومكمل طبيعي لتخفيف الكوليسترول وتخفيف الضغط. باخذوها الناس مرتين لثلاث مرات كعاده يوميه. هذه اوراق الزيتون. انا بدي استخدم الزيتون للاوليك اسيد اللي هي الاحماض اللي موجوده في زيت الزيتون، هاي اكبر ساحب للدهون ومخفف من الدهون ومن الكوليسترول. زيت الزيتون مع المخلوط هذا اللي بدنا نخلطه هلا، هذا بحفز عصارة المرارة. انا اذا حفزت عصارة المرارة على افراز واخراج العصارة الصفراء، الحالة أنا خلصت منها الكوليسترول النوعية الرديئة السيء، الكوليسترول السيء اللي بيجي من الخلايا يوميا الكبد بيرسل ثلاث أربع أنواع من الكوليسترول. الكوليسترول بيرسلها على البروتينات، في عنا نوعيات، في عنا الهاي كوليسترول اللي هو حينقل الكوليسترول الراجع من الخلية للكبد وهو راجع، عشان هيك هاي دنسيتي لايبوبروتين. في عنا لو دنسيتي اللي هو بخرج من الكبد بعد عملية التصنيع، حكينا 75% وبطلع يروح يودي الكوليسترول يوميا لكل الخلايا في جسمنا وخصوصا دماغنا بحاجة لكوليسترول، فلازم يكون حركة يومية في داخل الأوعية الدموية رايح جاي رايح جاي. في عنا اللي أصغر منه هذا المشكلة اللي هو الدهون الثلاثية، هاي اللي بتكون مأكسدة. الدهون الثلاثية الكبد كمان بصنعها. الدهون الثلاثية عبارة عن قنابل من الطاقة اللي هي سريعة الاشتعال وسريعة الانفجار وبتعطي طاقة كويسة. الكبد بيوديها للخلايا اللي يعطيها طاقة من الدهون الثلاثية. هلا مش مشكلة الدهون الثلاثية ولا الكوليسترول الواطي ولا الكوليسترول العالي، إذا كان في الطريق في داخل الأوعية الدموية كانت في مشكلة موجودة، كان في جرح داخلي، التهاب داخلي في جدران الشرايين اللي هي بتكون ملساء لدرجة انه ما تعيق وتسرع من نقل الدم في داخلها. فاذا في عائق، حادث مروري، التهاب، نرفزة عصبية ادت لاختناق مروري داخل الشريان، لانه احنا لما نعصب نفس الشيء، مش العضلات بتتشنج وبصير فيها عندنا تشنجات ورعشة،
نفس التشنجات والرعشة هذه بتحصل في العضلات الملساء تحت الشرايين، يعني بصير تسكير مؤقت للشريان، ممكن هذا يحصل في الدماغ وبصير في جلطة وبعد ساعتين ثلاثة بيرخي الشريان، زي ما العضلة إذا تشنجت بعد 15 دقائق بنحركها شوية بترخي. نفس الشيء الشرايين كلها عضلات وفي جهاز عصبي قاعد بيسكر. يعني الكوليسترول جزء بسيط من الموضوع، في كتير مواضيع لازم تهتموا فيها، مش بس انه ناخذ ادوية تخفيف الكوليسترول ونعتبر انه احنا سلمنا، بالعكس هيك احنا ضرينا حالنا اذا ما عملنا الشغلات 80% هاي من العلاج. طيب نكمل في الوصفة. هاي حطينا زيت زيتون بكر على الخليط، شو كمان ممكن احط انا اللي ينزل الكوليسترول وينزل الضغط؟ اكيد ثومي، بحط لي راس ثومي بكشره وبقطعه وبحطه في هالخليط. غير الثومي حطينا ليمون، شو كمان ممكن احط على هالخلطة؟ رايكم انتو اللي بتعرفوه وعارفينه. الكركم، الكركم من اكبر الكاسحات للكوليسترول والكاسحات للالتهابات في داخل الشرايين والاوعية الدموية. هاي حطينا ملعقتين ثلاثة كركم مطحون عندي في البيت، انا بجيبه كامل بطحنه عندي في البيت، ولما اطحن الكركم عشان يسرع من امتصاص الكركمين بضيف له كمان ملعقتين ثلاثة من الفلفل الحار، الفلفل الحار الاسود الاحمر. إذا ضفت الفلفل الحار ساعتها بضيف مواد بتساعد على تفتيح الشرايين، هي البيبسين، مادة البيبسين أكبر مضاد للأكسدة، وبضيفه مع الكركم ومع الثومة، والثومة فيها الأليسين اللي هو موسع للشرايين، والكركم كله مع بعض بشكل هيك زي شيء متجانس إنه يشتغل على منع الجلطات. ماشي، شو كمان بدي احط؟ لازم احط طبعا ملح، بشوف لي ملعقتين ثلاثة من الملح الطبيعي العادي اللي فيه مغنيسيوم وفي بوتاسيوم بدرجة اكبر، ممكن تستخدموا ملح البحر المحيطات كويس كثير، من افضل انواع الاملاح، او الملح الصخري اذا مصدره معروف وكويس بتحطوه. هاي اخذته مغنيسيوم وبوتاسيوم كميات قليلة، ولازم تحطوا ملح، كيف بدنا نعمله بدون ملح؟ ففي هاي الحالة بعدين اذا شو بدكم تضيفوا كمان، اللي بحب والله يضيف الروزماري، النعنع، الزعتر، يعطي نكهات اضافية، وهذه الروزماري والنعنع والزعتر والبابونج واليانسون، اذا حدا بحب يضيف الكزبرة ضفناها، يعني بعض الاعشاب ممكن كمان نحطها بشكل جاف ملعقتين ثلاثة، هذا بعطي نكهة وبعطي فعالية اكتر، لان هاي اعشاب بتنزل الكوليسترول، واذا بدكم تحطوا من الاعشاب الطبية اللي بتنزل الكوليسترول اللي فعاليتها قوية، في عنا القسط الهندي او القسط البحري، بجوز القسط البحري مع هذه الوصفة يكون يعني متجانس اكثر لانه بكون اخف في حدته. القسط الهندي حيخفف الكوليسترول، وانا اذا بحكي بخفف الكوليسترول يعني هاي الشغلات بتخفف السكر نفس الشيء، وهذه الشغلات اللي بتخفف الكوليسترول بتخفف السكر وبتنزل من الضغط اللي خايف على ارتفاع الضغط، كلها نفس المواد بتشتغل على يعني الثلاث، الضغط والسكر والكوليسترول مرتبطات في بعض، مرتبطات في بعض، فكلها بتنزل مع بعض عدا عن الالتهابات الحادة اللي ممكن تحصل. طيب هيك يعني كون خلصنا الوصفة، في هاي الحالة بنخلطها كلها مع بعض فبطلع عنا مستردة بس مع إضافات بسيطة من الدكتور سوس، وفي هاي الحالة أنا بحطها بمرتمان وبحطها في الثلاجة، وبصير كل يوم قبل الوجبة أشيل من ملعقة ملعقتين، يا أحطها على السلطات يا أحطها بجنب السلطات، وبعد الوجبة كمان باخذ لي ملعقة ملعقتين ولابد اللي أهضم الطعام بشكل كويس،
وهذه الوصفة كمان ما هي مليئة بالألياف. حطينا بذور انسولي الكبريت والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بس فيها الألياف. الألياف هذه هي الساحب للكوليسترول قبل لسه ما يدخل من الكولون على الدورة الدموية. يعني هذا الحارس الأول ألياف. الألياف لازم تكثروا منها، كل ما أكلتوا ألياف أكثر، سلطات، البذور الكاملة، كل ما سحبتوا كوليسترول ونقصتوا من كميته، مش بس كوليسترول وسكر، يعني انتوا على الجهتين مشيتوا الأمور في الألياف. فالألياف اللي موجودة هنا حتساعدنا كتير. طيب، فقلنا القص الهندي بحط منه ملعقتين ثلاثة، ملعقتين ثلاثة. القص الهندي هو معدل هرموني، يعني اللي عنده مشاكل الغدة الدرقية باخذ القص الهندي، سواء الخمول تاع الغدة الدرقية هاشيميتو أو جريف ديزيز بيمشي معه القص الهندي. شو كمان غير القص الهندي من الأعشاب اللي ممكن أشربها؟ لبان الذكر أو الصمغ العربي، في عندكم الكندر وفي عندكم البسويليا. البسويليا الفائدة تاعته مضاعفة بالنسبة للكوليسترول. البسويليا صمغ عربي من شجرة تسمى البسويليا في الصومال في أفريقيا. هذا الصمغ فقط بنطحن وبنضاف له مياه فاترة وبنتقع لفترة الليل 8 ساعات، والفترة الصباحية بنشرب نص كاسة، والنص كاسة الثانية بنشرب الفترة المسائية. هذا حينزل الكوليسترول مش الكورتيزول، كمان حينزل الكورتيزول. الشغلة الثانية كمان، في عنا لبان الذكر قوي، في عنا القص الهندي قوي، في عنا عشبة النردين. عشبة النردين هذه بتلاقوها اسم بعرفش بالعربي شو بسموها، بس عشبة النردين معروفة في قدرتها على تنزيل الكوليسترول. عشبة النردين تاخدوها ملعقة مرة مرتين في اليوم، بتحطوها، جيدة للجهاز الهضمي، مانعة للإمساك، مضادة للالتهابات، بتنزل الضغط. القرنفل، الهيل، على يعني على أساس إنه شاي كشاي، كل المشروبات الساخنة. طبعا كل الشاي اللي بدنا نشربه نستخدم مياه كويسة مقطرة، وبعد ما نحط المياه الساخنة على الشاي بنحط شرحة شرحتين من الليمون. الليمون بحد ذاته قاتل للكوليسترول، بنزل الكوليسترول، وكمان الليمون بيساعد على امتصاص الشاي العشبي والمواد الفعالة اللي موجودة بالشاي، عشان هيك دائما بنستخدم الليمون. ونسينا كمان نحط هنا شو كمان من الشغلات القاتلة للكوليسترول، خلي التفاح. خلي التفاح يا بناخده مع الوصفة هذه، أو بنحط لنا بقدر فنجان أو فنجانين حسب الحاجة، أو بناخده مع السلطات، بنحطه مع ملعقتين ثلاثة مع كاسة مي وبنحركه. إذا بنحط عليه كمان ملعقة ملعقتين من زيت الزيتون وملعقتين من الخل على كاسة مي وبنحركه وبنشربه على الريق، طب هيك إحنا ضمننا تنشيط للجهاز الهضمي، رفع من أحماض المعدة، هضم أفضل للطعام، تحفيز لعصرة المرارة، تجهيز للقولون والبكتيريا الجيدة اللي هتنعنش مع عملية أخذ الخل مع زيت الزيتون مع المياه كبداية اليوم تاعنا. هذا حيودينا على الحمام مباشرة بحيث إنه نرتاح بعد هيك وصفة. وهذه الوصفة كمان حطينا فيها بذور كثيرة، وفي شغلات تحتوي على الكبريت، فحيصير فيها عندنا مغص، حيصير في عندنا ممكن غازات. هذه الغازات اللي بتطلع بسبب الكبريت العضوي اللي موجود في الخردل، اللي موجود في حبوب الرشاد، أو اللي موجود في البيض، هذه غازات كويسة بتعمل عملية دفع وتسريع من عملية الهضم. طبعا احنا بنعرف انه الغازات بتتحرك في الجهاز الهضمي من تحت لفوق دائما،
والبراز بينزل من فوق لتحت، فإذا كان في غازات هذا بيسهل الإمساك، من الإمساك يعني بيساعد على هضم الأكل اللي داخل الأمعاء الدقيقة أو القولون، بس بالعادة الغازات بتكون مقتصرة على القولون، إذا دخلت الأمعاء الدقيقة بتكون مؤلمة جدا، بس وجود غازات كويسة في القولون هذا بعطينا قوة دفع أكثر لإخراج البراز، فهذه الغازات الجيدة اللي بدنا نستخدمها. بس في حال وجود غازات مزعجة، كاسة ينسون، كاسة شومر، كاسة ثبت، ملعقتين خل مع مية بتروح كل الغازات، يعني هاي مش مشكلة، أو كاسة ريحان أو نعنع أو زعتر من الشاي العشبي بتروح الغازات. في وصفات كتيرة وفي أمور كتير لازم تاخدوها بعين الاعتبار، يعني هذه جزء أكل وشرب، وإحنا شفنا إنه الكوليسترول أصلا 75% داخليا يعني مش من الخارج. طب شو أنا بدي أدخل في هاي الحالة عن طريق النظام الغذائي؟ يعني النظام الغذائي في هاي الحالة بياخد له 15 ل 20% من الخطة العلاجية، يعني بدنا لسه في عنا 10 15 20% التمارين والحركة والمشي، لسه في عنا الاهتمام في الوضع النفسي وتخفيف القلق وتخفيف الاكتئاب وتخفيف تشنجات الأعصاب، لأنه أول عامل بنذكره دائما للجلطات القلبية والجلطات والسكتات الدماغية اللي هو الاسترس والضغط النفسي، اللي هو دائما أول عامل. ما بتسمع واحد بعد نام على زعل صحي الصبح مشلول؟ طيب ما دام هو أول عامل، ليش ما بنحسب حسابه في العلاجات؟ طيب إذا نعالج الحالة النفسية ونعالج ارتفاع الكورتيزول وستريس وعدم النوم، هذا هو اللي حيزيد الالتهاب وهذا اللي حيجيب لنا الجلطات. طيب كمان هذه حطوا لها 20 25%، هاي في عنا الحالة النفسية، في عنا التمارين والحركة هاي أساسيات، الوضع الغذاء هذه شيء أساسي، والشيء الأساسي كمان إن نمنع الشغلات اللي حتسرع من إنتاج الكوليسترول داخليا، مش الشغلات اللي فيها كوليسترول زي البيض زي اللحوم زي الشوربات، هذه بنخفف منها وبنفس الوقت بنوقف كليا عن الزيوت الثانية اللي هي زيوت القلي، بغض النظر شو نوعيتها، هل هي مهدرجة مضاف لها شغلات مش مضاف ما بهمني، بس هذه الزيوت تحتوي على أضعاف أضعاف أوميجا 6، وإحنا ما بد الأوميجا 6 بتثير الالتهابات، وظيفتها إنها تثير الالتهابات في داخل الأوعية الدموية وفي داخل المفاصل. إذا الأوميجا 6 عالية في هاي الحالة توقعوا التهابات أعلى في داخل الشرايين، اللي بدكم تزيدوا منه الأوميجا 3 اللي هو حيخفف الفرق بين أوميجا 3 وأوميجا 6. المفروض الأوميجا 3 تكون مثلا واحد، الأوميجا 6 يكون 2 يكون 3 يكون 4، يعني بس في الوضع يعني في أمريكا وكندا الأوميجا 6 بتكون من 1 ل 20 ل 30، اللي هو المفروض يكون 1 ل 2 1 ل 3، ففي الحالة عندنا التهابات كثيرة وعندنا جلطات كثيرة. أنا بدي أعوض، بدي آخذ زيت السمك، بدي آخذ زيت كبد الحوت، بدي آخذ مكملات الأوميجا 3، بدي آكل وجبتين ثلاث وجبات أسماك في الأسبوع أو في اليوم حتى، ما بصير شيء آخذ سردين. الأوميجا 3 هي زي الطفاية اللي حتخفف من حدة الالتهابات في داخل الأوعية الدموية. فعدة عوامل، عدة وصفات، عدة شغلات، كلها بتأثر وكلها بتجيب الجلطات، كله بجيب الجلطات، فما بمشي إلا نحاول نسكر من هالثغرات هاي قد ما نقدر، وهذه أفضل وسيلة للوقاية من الجلطات. بس
قبل ما انهي، اي واحد عنده مشكلة في القلب، سواء ارتفاع في الكوليسترول، سواء مشكلة ضغط، سواء مشكلة اضطراب في عمل اعصاب القلب وعضلات القلب، ممنوع يطلع عن متابعة الطبيب المسؤول عن حالته. يعني اي شغلة بده يسويها لازم بالبداية يسأل الدكتور انه هل اذا سويت كذا وكذا 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 بيمشي معي، ولا اعمل شغلات تانية اللي ما يتعارض مع الادوية اللي هي مختلفة، وكل واحد عنده ادويته المختلفة واوقات مختلفة، مش انه يبطل الدواء لا سمح الله ولا اشي لانه سمع انه هاي حتنزل الكوليسترول. بتعاون مع الدكتور، ببلش في هالإجراءات هذه يوم عن يوم عن يوم عن يوم، وبتابعها قد ما يقدر، وبشوف كيف الأمور، وبضل يفحص وبضل يتابع مع الدكتور. الدكتور إذا شاف إنه الوضع يعني وقف عند حد معين وصار في أنه نزول، بعد فحص دم بسيط بعرف كمية الكوليسترول في الدم. في هاي الحالة أكيد حيقول له أوكي خفف من الأدوية أو اترك الأدوية من مرة. يعني الدكتور مش حيمنع إذا الأمور تسيطر عليها في الشغلات الطبيعية، وكان التغير هذا دائم، التغير هذا دائم، مش يوم يومين عملت أتحسنت خلاص أفكر إنه الوضع حيظل نفس الشيء. بالنسبة للضغط ومشاكل القلب أنا بحكي، هذولا من أهم الشغلات اللي لازم تنتبهوا لإلين. فدائما القصد إنه الدكتور اللي القلب اللي متابع حالتكم هو المخول إنه يوافق أو ما يوافق على أي خطط علاجية تانية بدكم تسووها من راسكم. بس خبروه على التلفون، ممكن آخذ كزبرة، ممكن آخذ خردل، ممكن آخذ بدون مايونيز المستردة. في هاي الحالة هو بيقول لك خد أو ما تاخد، العب رياضة، وقديش قدرتك التحملية إذا بدك تمشي إذا بدك تلعب رياضة، مثلا التمارين لازم تكون محسوبة. هذه من الدكتور اللي بيحدد، بيقول لك مثلا ممنوع تطلع النبض تاعك عن 80 عن 120، العب رياضة بس حافظ على ال 120، بديش يطلع على 120. بجوز تعليمات الدكتور تكون 100، بديش يطلع النبض عن 100. في هاي الحالة هو دكتور القلب هو اللي بقرر عن الخطة العلاجية كاملة، فلازم يكون عنده علم وتاخذ موافقته، لأنه هذه فيش فيها مزح، فيها حياة أو موت. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود السوسي.